الأديان والمذاهب وانطلاقاً من تعاليمها تحاول التأمل في الحالات الإنسانية وخصائص المجتمعات البشرية. أحد سبل تكوين نقاط مشتركة بين أتباع الديانات المختلفة هو التركيز على شعائر وعبادات متشابهة بين المذاهب. تلك الشعائر التي يلتزم بها كل فرد في المجتمع. في أغلب الديانات نرى عبادات وطقوساً جماعية، ولهذا نرى أكبر تجمعات بشرية في العالم تجري وفق مناهج ومناسك دينية. شيكوكو اليابان. صورت هذه المشاهد من إحدى أطول المسيرات الدينية في العالم. تعرف هذه المسيرة في اليابان باسم شيكوكو. يبلغ طول المسيرة 1400 كيلومتر، وتستغرق ما بين 30 إلى 40 يوماً. رغم أن هناك طرقاً مختصرة لبلوغ المحطة الأخيرة، إلا أن الكثير من المشاركين في هذه المسيرة يفضلون إكمال الطريق سيراً على الأقدام وفق ديانتهم البوذية. كومبا ميلا، الهند. هذا التجمع الديني في الواقع هو أهم مناسك الهندوسية. هذه المسيرة التي تعتبر من أعظم تجمعات البشرية على الكرة الأرضية تقام كل 3 سنوات وتستمر لمدة شهرين. الهندوس يغسلون أنفسهم في مياه نهر الغانج. يعتقدون أن مياه النهر سوف تغسل خطاياهم وفقاً للأساطير الهندوسية. في كومبا ميلا يجري الاحتفال بانتصار الآلهة على الشياطين. مار شميرة، البوسنة. مسيرة السلام التي تدعى مار شميرة تكريما لضحايا مذبحة سريبرينيتسا الذين يخافون من مذبحة جماعية على يد جنود الصرب، قرروا المرور من الغابة للوصول إلى المنطقة الآمنة في مدينة توزلا. تقام هذه المراسم سنويا في قلب أوروبا في البوسنة والهرسك. احتراماً لهؤلاء القتلى يسافر ما يقارب 200,000 شخص مسافة 115 كيلومتراً.
كامينو إسبانيا. على الجهة الأخرى من العالم، كامينو إحدى أطول مسارات المشي لمسافات طويلة والأكثر شهرة في العالم، تقام شمالي غرب إسبانيا حتى يتمكن المسيحيون من الوصول إلى مقام النبي يعقوب. غاية هذه المسيرة هي كنيسة سانتياغو دي كومبوستيلا. تبدأ هذه المسيرة من طرق وبلدان مختلفة مثل فرنسا والبرتغال. أطول طريق للوصول إلى الكاتدرائية أي مقام النبي يعقوب يبلغ 800 كيلومتر. أي شخص يستطيع المشي على الأقل 100 كيلومتر ينال وسام المشاركة. حوالي 200,000 شخص سنوياً يحصلون على هذا الوسام. من الجيد أن تعلم أن أتباع الديانات المختلفة يسافرون سنوياً على نفقتهم الخاصة إلى أماكن أخرى من العالم لإحياء شعائرهم الدينية الجماعية، إضافة إلى ما رأيتموه من مناسك. يستوعب المزار الهندوسي سابريمالا ما بين 50 إلى 70 مليون شخص سنوياً. ما بين 20 إلى 30 مليون شخص يذهبون إلى معبد سان سوجي وسط ناريتا باليابان سنوياً. يزور 18 مليون شخص الفاتيكان كل عام للقيام بالأنشطة الدينية. وبالطبع يسافر ما بين 7 إلى 10 ملايين مسلم سنوياً يذهبون إلى مكة في الحجاز. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أكرمي ما أتيتك إلا من حيث الآمال. عليهم عليهم النشام عليهم. تريق يا زاير تريق تريق يا بعد روحي. إلى جانب ما رأيتموه حتى الآن، باعتقادكم أين يقع هذا المكان؟ هذه ليست مناسك الحج في الحجاز ولا كومبا هندوسية. هذه المشاهد لأكبر تجمع بشري في العالم، ربما لم تسمعوا به من قبل. هنا العراق، وهذا الحشد الضخم الذي يشارك في مسيرة الأربعين يشكل ثلث سكان العراق. Thank you.
صاحب ثاني وحسين عنواني حسين صاحب ثاني بالمناسبة، ما هو الأربعون؟ حتى يجتمع الملايين من سكان العالم كل عام لإحياء مناسبته، نحن بحاجة إلى معرفة المزيد للإجابة عن هذا السؤال. الأربعون في الحقيقة هو حداد على مقتل الحسين حفيد محمد نبي الإسلام منذ سنة 61 للهجرة. وفقا للشعائر الشيعية يقومون باحتفال تأبيني له. حسين حفيد محمد الأكرم يعرف بين الشيعة بسيد الشهداء، قتل في كربلاء في يوم يسمى عاشوراء لرفضه البيعة والولاء للخليفة الفاسد والظالم يزيد. هو وأسرته وأصحابه لم يتجاوزوا 200 شخص، كانوا محاصرين من قبل جيش يتكون من 30,000 مقاتل وسط صحراء في العراق تسمى كربلاء. حرمهم الجيش اليزيدي من الطعام والماء، كما فصلوا رؤوس رجال القافلة بأبشع صور ممكنة. رويت قصته آلاف المرات منذ ذلك اليوم. يقول المؤرخ البريطاني إدوارد كيبون: على الرغم من حدوث هذه الواقعة في مكان ومناخ مختلفين، إلا أن مشاهد مأساة الحسين أثارت أقسى القلوب. منذ ذلك الحين يعلن المسلمون الشيعة من أجل مقتل الحسين الحداد بشكل خاص في يوم عاشوراء. والأربعون، أي 40 يوما بعد عاشوراء، يسمى بالأربعين الحسيني. في التقليد الإسلامي، الأربعون هو آخر يوم من الحداد والعزاء على المتوفى. كيف استطاع رجل قتل قبل 1400 عام أن يحيا بهذه الطريقة ويمتلك دائما هذا الحضور الصارخ، ويتجمع الملايين للحداد عليه وليحزنوا حزنا عميقا كما لو أنهم أنفسهم فقدوا عزيزا؟ كيف يحزنون عليه بتلك اللوعة الشديدة؟ ولكن ألا تحدث مشاكل مع هذا التجمع الفريد من نوعه؟ يقول عالم الاجتماع والفيلسوف الأوروبي توماس ماساريك: رغم أن الكهنة من خلال ذكر معاناة المسيح يثيرون مشاعر الناس، إلا أن تلك الحرارة والعاطفة التي يبديها أتباع الحسين لم نجدها في أتباع المسيح. هذه الحماسة والحرارة ليست للعزاء والالتئام جراح الحسين فحسب، بل على طول السنين عرف الناس الحسين باعتباره المنقذ الذي عرض نفسه وأهله للبلاء لأجل تحريرهم من براثن الشيطان. يعتبر الناس الحزن على الحسين خطوة صغيرة قبال إيثاره العظيم وتضحيته بنفسه. هم يعتقدون أن لولا الحسين لانحرف الإسلام عن مساره الصحيح على يد طغاة العصر، ولم يكن الإسلام الأصيل كما هو اليوم.
علينا أن نذهب إلى كربلاء ونرى خصائص هذه المدينة التي تميزها عن العالم بأسره. ما نراه الآن يثبت أنه حتى أدق الكاميرات تعجز عن تصوير روح هذا التجمع السلمي العظيم. في هذه المسيرة العظيمة ترى نهراً صاخباً من الرجال والأطفال والنساء في ملابسهم السود يملؤون الآفاق. الحشد ضخم جداً لدرجة أنه يسد المسارات لمئات الأميال. تخطي مسافة 425 ميلاً بين أول بلدة حدودية عراقية إلى كربلاء صعب وشاق حتى بالسيارة، فكيف إذا كنت تسير مشياً على الأقدام؟ يستغرق إكمال هذا المسير للزوار أسبوعين كاملين. أفراد من جميع الفئات العمرية يتحملون المشي تحت الشمس الحارقة في النهار والبرد القارص في الليل، حتى من دون معدات السفر الأساسية يسافرون عبر الصعيد الوعر والأراضي الواحلة الخطيرة، إلى جانب حبهم الكبير للحسين لم يحملوا شيئا آخر سوى أعلامهم وراياتهم التي تذكرهم وتذكر العالم بأسره بتلك الأهداف السامية. آهن يا حسين، بعدك كل شيء لا قيمة له. هناك جزء من هذه المراسم التي تثير دهشة أي شخص، رؤية هذه المشاهد. آلاف من الخيام على طول المسيرة شيدت لتكون مطابخ مؤقتة. هذه الخيام التي تدعى مواكباً تزود الزوار بما يحتاجون إليه من الطعام الطازج والمكان للراحة أو بأي خدمة قد يحتاج الزائر إليها، كل شيء مجانا. ينتمي الكثير من المواكب إلى العشائر والقبائل التي تعيش في أماكن مختلفة في أنحاء العراق. المواكب في أيام الأربعين تقام بجانب الطرق والممرات الرئيسية للمسيرات، وفي بعض الطرق مثل طريق النجف كربلاء تراها بأعداد كبيرة ودون فاصلة، والكثير من المواكب تعتمد على القدرة المالية للمؤسسين. بعد سقوط صدام أنشئ العديد من المباني على طول طريق المسرات باستخدام مواد البناء المناسبة من قبل أمناء المواكب. الخدمات لا تقدم من قبل أهل المواكب فحسب، بل بواسطة القرويين المحيطين بطرق المسيرات.
أهل المواكب يسدون طريق الزائرين، يمشون معهم ويتوسلون بهم أن يلبوا دعوتهم. بعد استقرار الزوار في الموكب يقومون بتدليك أقدامهم، ثم يقدمون الطعام الساخن واللذيذ لهم. بعد ذلك يطلبون منهم أن يستريحوا ويستلقوا، ريثما يتم غسل ملابسهم وكيها، وترد إليهم بعد أن يستيقظوا. وطبعا كل هذه الأمور تجري في غاية اللطف والمحبة. بما أن هذه الخدمة تعتبر قيمة وثقافة راسخة للعراقيين، الجميع يهتمون بها ويعتبرونها شرفا لهم. الخدام بما فيهم العراقيون وغير العراقيين من الأطفال والنساء وسكان المدن والقرويين، السلطات والعسكريون والهلال الأحمر والأطياف الأخرى. خدام المواكب يرحبون بالزوار بلسان عذب وعبارات مثل: هلا بيكم، هلا بالزوار، هلا بزوار أبو السجاد، هلا بمحبين الحسين، هلا بمحبين الزهرة. بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون لأول مرة في هذه المسيرة، هذه عبارات مألوفة. خدام المواكب يدعون الزوار بصوت مرتفع للاستراحة في مواكبهم. يحدث هذا الأمر وسط حشود المقبلين مع كثير من الإصرار والتوسل. إن لبيت دعوتهم فسيكونون سعداء جدا ويعتنون بالزائر قدر المستطاع. في بعض الأحيان جميع خدمة الموكب يتعاونون على خدمة زائر واحد ويخدمونه بكل ما لديهم.
في بعض الطرقات التي تسير فيها السيارات أيضا في أوقات الغداء والعشاء وغيرها، يقف الشباب وسط الطريق ويفتحون أيديهم لإجبار السيارات على التوقف. بمجرد التوقف يبدأون بالكلام: حان وقت الطعام، الطعام جاهز، مكان النوم والغطاء متوفر، الحمام والماء الساخن جاهز، منوا علينا وكونوا ضيوفا لدينا. في بعض الأوقات حينما يشكر الزائر الخدم يردون عليه بعبارة مثيرة للاهتمام: اتدلل. ربما أكثر الأشياء جاذبية للزوار الجدد هنا هو تنوع الخدمات وكيفية تقديمها. بكلمة واحدة ينبغي أن يقال: كل شخص هناك يقدم الخدمات للزوار بكل الوسائل المتاحة. أولئك الذين لديهم إمكانية مالية يقومون بتوفير المواد الغذائية والتسهيلات اللازمة، والأقل ثراءً يقومون بخدمات أقل تكلفة ويفعلون ما في وسعهم. الخدمات الأكثر شيوعاً هي نصب المواكب والخيام وتوفير البطانيات وتوزيع الطعام، إقامة محطات لتوزيع الماء والشاي، توفير الكراسي على جوانب الطرق لاسترخاء السائرين، توزيع الفواكه بكميات كبيرة، توزيع العبوات الكبيرة والصغيرة من المياه المعدنية، إصلاح الأحذية والحقائب باليد أو بماكينة الخياطة، توفير العربات لذوي الأطفال الصغار، محطة للاتصالات المجانية، توزيع العطر وماء الورد لتعطير الزوار، نقل الزوار من خلال مواصلات مجانية بالسيارات والشاحنات الصغيرة والكبيرة، توزيع أنواع الأطباق الرسمية والمحلية وأغذية أخرى كالحمص المسلوق والشلغم المطبوخ وحلوى التمر، توزيع الأدوية والعقاقير لمختلف الأمراض، تدليك أجساد الزوار وأقدامهم إما باليد أو بالأجهزة الكهربائية.
الاختلاف في الطبقات الاجتماعية لا معنى له في هذه المسيرة، والبساطة والصفاء يهيمنان على الأجواء. طبيب، تاجر، عامل وموظف، الجميع حاضر. الطرقات ممتلئة بالأطفال الذين تحملهم أمهاتهم على طول الطريق أو على أكتاف آبائهم. كما يمكن رؤية العديد من الأشخاص الضعفاء جسديا في المسير، الأشخاص ذوي الإعاقة، المكفوفون، المقعدون، وحتى المصابون بأمراض صعبة قد تراهم في هذا الطريق. أخرى. مع أن هذه المسيرة تختص بالشيعة وشؤونهم الروحية، إلا أن السنة والمسيحيين والإيزيدية والزردشت والصابئة المسيحيين أيضا يمكن رؤيتهم، سواء أكانوا زوارا أم خداما. الناس بغض النظر عن لون بشرتهم ومعتقداتهم يرون الحسين رمزا عالميا للحرية والأحرار. بكل بساطة يمكن الإقرار بأن هناك مشاركات من جميع القارات، من السويد وبلجيكا وأستراليا والدنمارك وفرنسا، الولايات المتحدة، تنزانيا، تايلاند، نيجيريا، تونس، لبنان، والبحرين، الحجاز، تركيا، الكويت، باكستان، أفغانستان، إيران، الهند وسوريا، ودول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. كما يمكنك أن تجد زواراً هنا من دول أخرى عديدة. في الليل تجهز المواكب بوسائل الراحة. الزوار الذين مشوا لمدة يوم كامل ينالون الترحيب الحار في المواكب. تعب الطريق يدفعهم لإيجاد مكان للاسترخاء بأسرع وقت. في الساعات الأولى من الليل يمتلئ الطريق بالنساء اللواتي يحاولن جلب الزائرات إلى منازلهن للراحة والنوم، والرجال الذين يصرون أيضا على أخذ الزوار إلى أماكن الراحة الخاصة بهم. سكون الليل يتلقى الزوار أنواعا أخرى من الخدمات.
بعد قطع مسافات طويلة يصل الزوار إلى كربلاء. أول ما يفعله الزوار بعد الوصول إلى حرم الحسين أنهم يقومون بصوت مرتفع ومنسجم بقراءة نص ما. هذا النص هو زيارة الحسين في يوم الأربعين، نص مقدس يلخص مكانة الحسين وتاريخه. هكذا يبدأ النص، حيث يخاطب الحسين بأنه وريث آدم، نوح، إبراهيم، موسى وعيسى. هذا الموضوع يبين أن رسالة الحسين تتمحور حول الصدق والعدالة والمحبة للمضطهدين، وهذا يعتبر مطلبا ثابتا لجميع الأنبياء والمرسلين. مجيء الناس إلى كربلاء ليس بسبب تفاجئهم بتلك المشاهد أو لأن أشجار النخيل المحملة بالثمار جلبت انتباههم. هؤلاء لم يأتوا إلى كربلاء للتسوق والترفيه أو مشاهدة المعالم السياحية. وصلوا إلى كربلاء ليبكوا، ليقيموا العزاء ويشموا رائحة الجنة من الحسين عن كثب. وصل الزوار لتلبية نداء الحسين بعد قرون عديدة. يتشبثون بقبره ويقبلون الأرض التي تؤدي إلى قبره. إنهم ينثرون الدموع على أكبر تضحية وإيثار قد سمعتم بهما يوما. هكذا هو الأمر، شخص لم يروه في حياتهم يبنون معه علاقة وثيقة، يتكلمون معه وينادون اسمه، يلمسون الجدران والأبواب كأنهم يلمسون وجه صديق قديم حميم. هذا مشهد جميل من ملحمة. Thank you.
يعتقد الشيعة أن معرفة الحسين تعني معرفة 124 ألف نبي. نقرأ في زيارة الأربعين المقدسة: إن الله أعطى ميراث جميع الأنبياء إلى الحسين دفعة واحدة، فمن يصل إليه قد وصل إلى نوح، قد وصل إلى إبراهيم، وآمن بموسى، وقد عرف عيسى. معرفة الحسين تعني معرفة العشق. إذا بدأ شخص بمعرفة الله من خلال الحسين يكون قد نالها على أكمل وجه. من السهل أن ترى النجوم في السماء عندما تجول هذا الطريق ولو لمرة واحدة إلى جانب الآلاف من العشاق. عندما يحين موعد الأربعين وترصد الأرض من جانب السماء ترى حفرة في الأرض تملأها النجوم حيث تدلك على طريق النجاح.